مشاهدينا الأكارم، حياكم الله معنا في نشرتنا الإخبارية نقدمها لكم عبر شاشة قناة الظفرة. حياكم الله. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في المكتب التنفيذي لسموه في أبراج الإمارات ظهر اليوم، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، معالي إلياس المر رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإنتربول التي تتخذ من مدينة جنيف في سويسرا مقرا دائما لها. وقد استعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وإلياس المر سبل تعزيز التعاون بين الجهات المعنية في الدولة ومؤسسة الإنتربول في قضايا مكافحة الجريمة المنظمة بجميع أشكالها، بالإضافة إلى العمل على تطوير عمل ودور مؤسسة الإنتربول على مستوى العالم العربي من خلال المكتب العالمي للمؤسسة المزمع افتتاحه في دبي كي يكون مركزا عالميا لانطلاق عمل المؤسسة في المنطقة العربية وعلى مستوى العالم في مكافحة الجرائم الاقتصادية والجريمة المنظمة. بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، تنطلق صباح غد قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب في إمارة دبي، حيث سيشهد اليوم الأول للقمة إعلان وتوزيع الجوائز على الفائزين بالجائزة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في يونيو من العام الماضي بهدف تسليط الضوء على أهم مبادرات التواصل الاجتماعي وذلك في الوطن العربي. يقوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة غدا الثلاثاء بزيارة رسمية للمملكة المغربية الشقيقة تستغرق يومين، تلبية لدعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية. وسيجري صاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مباحثات رسمية ويشهدان مراسم توقيع اتفاقيات تعاون بين البلدين. وسيقيم الملك محمد السادس مأتوبة غداء رسمية على شرف صاحب السمو ولي عهد أبو ظبي والوفد المرافق بالقصر الملكي العامر بمدينة الدار البيضاء. ويشهد الملك محمد السادس وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الزيارة الرسمية تدشين مستشفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بمدينة الدار البيضاء ومصنع إفريقيا للأسمدة ومعمل تحلية مياه البحر بالجرف الأصفر بإقليم الجديدة. استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في مكتبه في الديوان الأميري صباح اليوم السيد قوباني شبيك أومورو آلييف قنصل عام جمهورية قرغستان الذي قدم لوداع سموه بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى الدولة. وتناول اللقاء علاقات التعاون الثنائية بين البلدين وآليات تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. هذا وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان عن تمنياته للسفير بالتوفيق والنجاح في مهام عمله المستقبلية. كما استقبل صاحب السمو حاكم عجمان في مكتبه في الديوان الأميري صباح اليوم وبحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان سعادة جمع الماجد وسعادة عبد الرحمن الغرير ووفدا من جمعية بيت الخير. وتطرق الحديث خلال اللقاء إلى عدد من القضايا المتصلة بالجمعيات الخيرية ودورها وواجباتها تجاه المجتمع ومسؤولية التجار ورجال الأعمال المواطنين والمقيمين في مساندة ودعم تلك الجمعيات للقيام بدورها في خدمة المحتاجين والفقراء. كما وأثنى سموه على دور رجال الأعمال والتجار ومساهمتهم في دعم العمل الخيري والأسر المحتاجة والمعوزة، إضافة إلى مساندة الجمعيات الخيرية للاستمرار ومواصلة دورها في تقديم خدماتها للفقراء وأداء مهامها في العديد من الدول الفقيرة. أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة أكد حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تبني الشراكات الاقتصادية مع جميع المستثمرين ورجال الأعمال، مشيرا إلى أن الفجيرة تعمل على توفير المناخ الملائم في الإمارة لهذا الأمر ودعمه بما يلبي تطلعات المستثمرين ويسهم في مسيرة التنمية والتحديث التي تشهدها الدولة في شتى القطاعات. جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم في قصر الرميلة رجل الأعمال السعودي عبد الله صالح كامل الرئيس التنفيذي لمجموعة دلة البركة السعودية، وتم بحث فرص الاستثمار والتسهيلات المقدمة في الفجيرة.
اطلع صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلى ولي عهد أم القيوين، اطلع على الخطط المستقبلية لهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية تنمية. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم أم القيوين اليوم في الديوان الأميري معالي عبد الله بن محمد سعيد غباش وزير دولة رئيس مجلس أمناء هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية تنمية. كما وشهد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلى ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية تنمية والمجلس التنفيذي للإمارة. وقع الاتفاقية عن المجلس التنفيذي لأم القيوين سعادة ناصر سعيد التلاي القائم بأعمال الأمين العام للمجلس، فيما وقعها عن هيئة تنمية سعادة محمد مطر المري مدير عام الهيئة، وذلك بحضور ممثلين عن الطرفين. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رسالة خطية من فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية تتصل بالعلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. تسلم الرسالة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة لدى استقباله بمكتب سموه بقصر الرئاسة اليوم معالي عثمان أبو المعالي عضو البرلمان الموريتاني رئيس حزب الفضيلة. وتم خلال اللقاء بحث سبل تطوير علاقات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية موريتانيا الشقيقة وسبل تعزيزها في مختلف المجالات تحقيقا للمصالح المشتركة. وفي السياق ذاته تسلم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة من معالي علي بن سالم الكعبي مدير مكتب وزير شؤون الرئاسة نسخة من ديوان معاليه رسائل وفاء. يضم الديوان 21 قصيدة مهداة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان إضافة إلى صور متنوعة لسموه وسيدي يحتوي على شلات لقصائد الديوان. قالت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي رئيسة اللجنة الإماراتية لتنسيق المساعدات الإنسانية الخارجية خلال لقائها في مقر الوزارة بالعاصمة أبوظبي اليوم سعادة خوسيه غيرتسيانو مدير عام منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو إن قضايا الفقر الغذائي وانتشار الجوع باتت تمثل أهم التحديات التي تجابه البشرية في ظل مؤشرات تقلص الموارد الطبيعية لإنتاج الغذاء مقابل تزايد معدلات النمو الديموغرافي، بما يخلق إشكاليات نقص إمدادات الغذاء بالأخص في الدول النامية والمجتمعات الفقيرة. كما دعت معاليها إلى شحذ الجهود الدولية وصياغة رؤية جديدة بين دول العالم والمؤسسات الفاعلة في مقدمتها مؤسسات الأمم المتحدة، وذلك لسد الفجوة الغذائية المتزايدة والتي باتت تمثل هاجسا عالميا. أشادت معالي مريم بنت محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية بحملة وثق التي أطلقها الأرشيف الوطني والتي تعد رؤية وطنية خلاقة تهدف إلى إبراز وتوسيع حجم الثقل التاريخي والحضاري والفكري لدولة الإمارات العربية المتحدة والذي يوازي ثقل مسيرة بنائها وتطورها في شتى مجالات الحياة. أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي أكد سعي الحكومة الدائم للتفاعل والتجاوب مع جميع التوصيات التي يقدمها أعضاء المجلس الوطني الاتحادي وإيمانها بدور وعمل المجلس كشريك حقيقي وسلطة تشريعية لها الدور الرئيس في رفض مسيرة التنمية الشاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة. افتتح معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه اليوم بمركز دبي التجاري العالمي معرض ومنتدى أكوا الشرق الأوسط 2015 الذي يقام تحت رعاية وزارة البيئة والمياه بالتعاون مع شركة نور فيشنج النرويجية ومؤسسة أديتيك جروبو إديتوريال التشيلية. وأكد معالي خلال الافتتاح التزام دولة الإمارات بدعم كل المبادرات الدولية والمشاريع والحلول المبتكرة الرامية إلى حماية البيئة وضمان استدامة الموارد المائية.
كشفت مديرية المرور والدوريات بشرطة العاصمة أبوظبي عن دورية مرور ذكية للأطفال تم عرضها في المعرض المروري المقام بمركز المشرف التجاري في العاصمة أبوظبي والذي تنظمه جمعية ساعد للحد من الحوادث المرورية بالتنسيق مع مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي. المزيد في سياق التقرير التالي. في إطار منهجية الشراكة المجتمعية لتعزيز الثقافة المرورية بين الأسر وشرائح المجتمع كافة، كشفت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي النقاب على دورية مرور ذكية للأطفال في معرض التوعية المرورية للأسر وطلاب، إضافة إلى عرض سيارات جديدة إلى أسطول سيارات دورياتها الفارهة. تضمن هذا المعرض أيضاً بالنسبة للمسرح المروري، بالإضافة إلى دورية الروز رايز، بالإضافة إلى دورية الأطفال الصغار طبعاً، بالنسبة كذلك أيضاً منصة الرادارات اللي موجودة، بالإضافة إلى تدرجنا بالتاريخ بدءاً من انطلاق شرطة أبوظبي في 1957 وحتى يومنا هذا. فطبعاً بالنسبة للدوريات الكلاسيكية اللي موجودة، بالإضافة إلى اشتراك الأخوة من إمارة الشارقة والقيادة العامة لشرطة الشارقة حافلة التوعية المروري. الدورية الجديدة صديقة للبيئة، تعمل بالطاقة الشمسية حيث يتم التحكم بها عن طريق جهاز لوحي آيباد، وسيتم الاستعانة بها في حملات التوعية المرورية وتنظيم البرامج والمسابقات التوعوية للأطفال وفي عمل المحاضرات المرورية في المدارس والمشاركة في الفعاليات المرورية في المناسبات المختلفة والتواصل مع أكبر شريحة في المجتمع. الفكرة نحن قلنا على أساس انطلقت من مديرية المرور والدوريات وبالتحديد من قسم مرور العين، وخاصة من الأفراد اللي موجودين والأخوة اللي موجودين في فرع العلاقات العامة في شرطة مرور العين. وطبعا هذه الفكرة نمت على أساس بعض الأحيان أن نحن نشاهد القليل أو البعض من الأطفال أنهم يخافوا ويرتعبوا من شرط المرور أو الشرطة بشكل عام، فنحن على أساس أن نقدم لهم شرط المرور أو الشرطة بصفتها بشكل كامل، أنها بصفة محببة بحيث أنها هي تستقطب الأطفال، ما بالعكس، يعني أنهم ممكن أنهم ينحاشون أو يشردون أو يخافون من شرط المرور بالتحديد. يعني يساعد على أن الأطفال يتقربون من الشرطة وما يخافون منهم، ويعلموهم يعني تنظيم السير، أن في مخالفات للسير اللي بيعاكس السير، فعلموهم أنهم يتنظمون. والأطفال لما تقربوا من الشرطة صاروا عندهم إمكانية أنهم يقدروا يسألوهم عن أي شيء، يستفسرون عن أي شيء. والصراحة يعني هالفعاليات كتير ساعدت أن الأطفال أو الكبار حتى يكون عندهم ثقة بالنفس، ويقدرون أنهم يعني يعتمدون على نفسهم ويمشون بأمان ويعرفون أن في سلامة. الشرطة تحميني لا تخيفني بها، هي العبارة التي كتبت على دورية المرور الذكية الجديدة للأطفال لتحفظ حقوق البراءة. من العاصمة أبوظبي، شيماء الشمري، قناة الظفرة. في الشأن الاقتصادي، حققت موانئ أبوظبي إنجازا جديدا يضاف إلى سجل إنجازاتها على مستوى القطاع البحري في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال حرصها على استقطاب الكوادر المواطنة وتدريبها تنفيذا لسياسة التوطين التي تنتهجها حكومة الإمارات، حيث بادرت موانئ أبوظبي بتشكيل الدفعة الأولى من فريق إماراتي متكامل قام بتشغيل عمليات الميناء منذ التقاط إشارة سفينة الشحن على حدود المياه الإقليمية للإمارة وحتى خروجها مغادرة إلى عرض البحر، وذلك من خلال فريق نبض الموانئ، وهو فريق جميع أفراده من المواطنين تلقوا تدريباتهم في مرافق الشركة وعلى مختلف المعدات والآليات العاملة، والذين باتوا قادرين اليوم على إدارة وتنفيذ عمليات دخول السفن الزائرة إلى موانئ الإمارة وضمان سلامتها وتفريغ شحناتها ثم إرشادها إلى خارج حوض الميناء لتكمل رحلتها. وافق مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني خلال العام الماضي 2014 على تنفيذ 76 مشروعا ومخططا رئيسا تغطي مساحة إجمالية قدرها حوالي 10,937,398 مترا مربعا، وكان من أبرز المشاريع واحة الصحراء العالمية، وهو مشروع سياحي ضخم في مدينة العين يشمل تجربة السفاري الإفريقية والحدائق النباتية إلى جانب المسرح المفتوح.
تستمر شركة إعمار العقارية في إرساء معايير غير مسبوقة لأنماط الحياة العصرية الراقية في المدينة مع استعدادها لإطلاق خدمة ترام ترولي دبي، وذلك مع وصول أولى عربات الترام إلى بوليفارد محمد بن راشد في وسط مدينة دبي وبدء عمليات اختبارها لتكون جاهزة لاستقبال الركاب قريبا. وتعمل عربات الترولي بالهيدروجين وطاقة الكهربائية، ويجري حاليا تجميع واختبار المقطورات في الموقع استعدادا لتشغيلها المرتقب، والتي من المقرر أن يبلغ طول شبكة ترولي دبي 7 كيلومترات على امتداد وسط مدينة دبي الذي تبلغ مساحته 500 فدان، على أن تعبر المرحلة الأولى الممتدة على مسافة 1 كيلومتر بين عدد من أشهر الوجهات العالمية مثل برج خليفة ودبي مول ودبي فوتن وسوق البحار وبوليفارد محمد بن راشد. والآن مشاهدينا نتابع آخر إغلاقات أسواق المال الإماراتية في نهاية تعاملاتها لهذا اليوم. ومن إغلاقات الأسواق إلى حالة الطقس في دولة الإمارات، وهذه نظرة سريعة لدرجات الحرارة العظمى والصغرى في الدولة لهذا اليوم. ومن حالة الطقس مشاهدينا نكون قد وصلنا لختام جولتنا الإخبارية لهذا اليوم، قدمناه لكم عبر شاشة قناة الظفرة. نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات أمام شاشتنا، إلى أن نلتقي بكم غدا بنفس التوقيت. لكم مني ومن فريق البرنامج جل التحيات، في أمان الله.